مشاهدي موقع لو سي تي في، اجدد بكم بترحاب في حلقه جديده من برنامجكم كواليس اسود. حلقتنا اليوم مشاهدينا الكرام غنسلطوا الضوء على استعدادات المنتخب المغربي لمواجهه المنتخب الاردني في ثاني مبارياته في كاس العرب. وللحديث على هذه المواضيع غادي يرافقني في هذه الحلقه نجم اسود الاطلس السابق ونجم الرجاء الرياضي سي مصطفى خالف. سي مصطفى مرحبا بك في حلقه اليوم. مرحبا الاخ ايوب ومرحبا بالمشاهدين قناه لو سي تي في. نعتذر للمشاهدين، كان يكون معنا نجم فريق الرجاء الرياضي السابق اسماعيل المعلم، تاخر علينا بسبب حركه المرور في الدار البيضاء، وكل شيء كيعرف حركه المرور في الدار البيضاء كي داير هذه الايام. سي مصطفى، اول شيء كيفاش كتشوف مباراه المنتخب المغربي امام المنتخب الاردني مع العلم انهم بجوج فازوا في المباراه الاولى؟ بسم الله الرحمن الرحيم. اولا المباراه ما غتكون سهله، غتكون صعيبه نظرا لكلا الفريقين ثلاث نقاط، الكل غيبغي يحتل المركز الاول، يعني ست نقاط المركز الاول. كنظن انا لا المنتخب المغربي ولا المنتخب الاردني غادي يلعبوا على هذه الواجهه هذه، على هذه المكانه. الناخب الوطني السي حسن عموته كنظن انا ذهنيا وبدنيا مستعد لهذه المباراه رغم بعض الاصابات اللي حاصله في الفريق الوطني. ما نساوش وحنا كنا تكلمنا عليها في حلقه سابقه بان المنتخب الاردني ماشي طعم سهل، وانما غتكون مباراه صعبه. لازم نوجدوا لها ونحضروا لها بواحد الاستعداد قوي نفسانيا ومعنويا وحتى ذهنيا، ونتمنى تكون المباراه في صالح المنتخب المغربي. كل شيء كيشوف مباراه المنتخب الاردني في المباراه الاولى امام المنتخب السعودي فاز بهدف نظيف، ولكن انه لعب منقوص العدد مده طويله، نقدر نقول 20 حتى 25 دقيقه ولعب منقوص العدد، مع رغم ذلك سي مصطفى تمكن انه يفوز. صحيح، الكل كان كيعرف على الورق ان المنتخب السعودي هو الورقه الرابحه في هذه المباراه هذه، ولكن من بعد انطلاق المباراه كان العكس، ظهر الفريق المنتخب الاردني ظهر بواحد الوجه يعني متماسك يعني قوي، مشى ند بالند مع الخصم السعودي، ورغم ذلك النقص العددي ديال اللاعبين ما قدرش المنتخب السعودي يظفر بثلاث نقاط. لهذا الاحتياط كامل لأسود الأطلس والناخب الوطني حسن عموته، لأنها غتكون مباراة صعبة صعبة جدا. الحل الوحيد هو أنه لا يستهان بالخصم، لعبوا مباراة كما هيئنا لها، لأنه كنعرفوا كل مباراة والأجواء ديالها خاصة، كل مباراة والمعطيات ديالها. نحاولوا ننتصروا بالطريقة اللي بغينا احنا ماشي اللي بغى الخصم. كنعرفوا مدرب المنتخب الأردني سي عدنان أحمد العراقي عنده دراية كبيرة وكيعرف خبايا الكرة العربية. أنا كنقول ليه الثعلب العراقي. نعم. في هذه الأثناء كيلتحق بنا سي إسماعيل المعلم. سي إسماعيل مرحبا بك. سي إسماعيل السلام عليكم جميع المتابعين، نعتذر على التاخير. على اللي كنت كاع حركه مرور في عفوا في الدار البيضاء هذه الايام كيفاش دايره؟ سي اسماعيل، كنا كنتحدثوا على مباراه المنتخب الوطني والمنتخب الاردني، مع العلم ان الاردن ربح في المباراه الاولى والمنتخب المغربي ربح في المباراه الاولى، اشكون مباراه فاصله لحسن التاهل؟ طبيعه الحال يعني لو واحد المباراه ديال الامس نشوفوا بان المنتخب الاردني يعني نقص عددي أن استطاع أنه يسجل هدف، يعني يسجل رغم أنه المنتخب السعودي كذلك أنه تجاه الطرد، ولكن كان المنتخب الأردني متحكم في زمام المباراة. كيبان لي بأنه منتخب يعني ماشي سهل، ولكن كيف ما قلنا في الحلقة السابقة أنه المغربي لا هو اللي فرض الأسلوب دياله، هو اللي فرض الإيقاع دياله، هو اللي فرض كيفاش غيجيري ديك 90 دقيقة باش أنه غيكون عاوتاني ان شاء الله غيكون اتصال حالي في المنتخب الوطني المغربي. سي مصطفى اسمح لي الا قطعتك، كنا كنتكلموا على مدرب المنتخب الاردني العراقي عدنان احمد. هذاك المدرب صعب المنال، لانه كنعرفوا عليه الملقب بالثعلب. كنظن انا مدرب عنده حنكه كبيره وطويله جدا في هذا الميدان هذا. قاد عده منتخبات، قاد عده فرق. كنظن انا انسان محنك وكيعرف الاصول جد المعرفه. ولكن هذا ما يمنعش بان المنتخب قوي، منتخب مغربي قوي بلاعبيه بمدربيه وحتى بالكاريزما وحتى بالشخصيه ديالو امام المنتخبات الاخرى. كما قال اسماعيل، حنا اللي نفرضوا الايقاع، حنا اللي نعرفوا كيفاش ننتصروا.
ولا سيرتي المباراه بالطريقه اللي بغيتي كتفوز بها، لانه كنعرفوا العناصر كلها منسجمه متكامله، رغم كما قلت رغم جوج الاصابات اللي حاصلين العملود والبركاوي، ونتمنى لهم من هذه المباراه هذا الشفاء العاجل باش يساعدوا الزملاء ديالهم. هذا ما يمنعش بان المباراه ما غتكونش سهله، غتكون صعيبه وصعيبه جدا. نحاولوا التركيز من الصفاره ديال الحكم من اول دقيقه، لانه مباراه فخر، مباراه ديال الاعصاب، وكل غير بغى يحتل المركز الاول، لانه كنعرفوا المركز الاول غتلعب مع فريق رغم ان كل الفرق ماشي ضعيفه، ولكن كيخول لك تلعب مع المحتل الصف الثاني في المجموعه الاخرى. تصريح حسين عموته قبل المباراه في الندوه الصحفيه اللي غنسمعوا ليه بعد قليل، اما تصريح ديال حسين عموته كان واضح، قال كان المدرب عدنان احمد عنده خبره كبيره في الدوريات العربيه، مدرب قدير، مدرب كبير، يعرف كيفاش نقولوا يعرف ثقافه الفوز. وفي طبيعه الحال انا قلت لك ملقب بالثعلب، كنعرفوا الثعلب ما كيتصادش بسهوله. عدنان مدرب محنك وعنده خبره طويله في هذا الميدان هذا. حسين عموته داري بهذه الدرايه هذه، وكنظن انا ما غاديش تفوت عليه للكبيره والصغيره في هذا المجال. احنا كنعرفوا المنتخب الاردني ماشي بديك القوه اللي معروفه عليه، اللي عرفها على المنتخبات اللي كانوا مرشحين للفوز، هما المرشحين على الورق بالفوز هذا اللقب. ولكن ما ننساوش بان وقع ديال المباراه ماشي بحال مباراه اخرى. كره القدم ما عندهاش حقيقه، ما عندهاش انصاف، نعاود نقولها، لانه الاجواء ديال اي مباراه قدر ابسط شيء ضيعك نقاط الفوز، ضيعك نقاط الاحتلال المرتبه الاولى. ونتمنى ان شاء الله ما يطيحش المنتخب المغربي في هذا الفخ هذا، ويجري كما قال اسماعيل، يجري المباراه بالطريقه اللي بغى وبالطريقه اللي يحاول يفوز بها بدون خساره. نعم، نسمعوا التصريح ديال سي حسين عموته. طبعا يعني مباراه المغرب الاردن ستكون مقابله تاهل، لكن لن تكون الاخيره، باعتبار انه حتى ولو اخطا احد المنتخبين هناك يعني متبقيه مقابله ثالثه التي ممكن ان تمنح يعني لاحد المنتخبين يعني التواجد يعني في الدور المقبل. لكن هذه المقابله هذه بالضبط مقابله ستكون مقابله صعبه، لانه المنتخبين يعني قريبي المستوى، واظن يمكن السمه الاساسيه التي ستكون فيها هو التنظيم التكتيكي. نحن نحترم يعني بشكل كبير المنتخب الاردني كفريق او كمنتخب اللي هو قوي، يلعب بحماس، حاضر من الناحيه الذهنيه، من ناحيه يعني البدنيه، ومن ناحيه التكتيكيه، وخاصة أنه يعني يسيره ويدربه يعني المدرب القدير يعني صاحب الخبرة الكبيرة مدرب عدنان حماد، صراحة الذي صال وجال في الملاعب العربية ودرب أكثر من منتخبات، وبالتالي يعني المقابلة صراحة ستكون مشوقة. صحيح أنه الإصابات يمكن من الضرائب اللي كيدفعها المنتخب، وخاصة يعني اللي كتأثر ربما على الاختيارات ديال التقنيين المدربين بالخصوص. يعني مع الأسف العملود يعني تلقى إصابة يعني كانت غير متوقعة، وكان ممكن أننا نتفاداوها يعني في التدريب ما قبل الأخير، قبل أول مقابلة، وفي التسخين يعني صراحة يعني كانت شوية صعبة. البركاوي طبعا كان يدافع على قاسم على القميص ديال المنتخب الوطني، يعني وإصابة أنا تنظن أنه تحتاج فقط يعني قليل من الأيام وسيعود يعني البركاوي للمسابقة، لأنه حاضر إن شاء الله، يعني سيساهم إن شاء الله يعني في في في, في الوصول لأبعد نقطة مع المنتخب المغربي. إسماعيل، سمعنا التصريح ديال الناخب الوطني سي حسين عموته، شنو نهار التصريح ديال بلا شك أنه يكون، أنا بالنسبة لي التصريح واقعي من المدرب اللي عارف شنو كيجو، عارف كيفاش يعني عايش وجال وعارف الكره العربيه مزيان، وجاي الفاسي يعني تعرف الكره الاردنيه بلا شك، انه كيعرف الكره الفلسطينيه، يعرف الكره السعوديه، يعني جا في الدول العربيه، عارف شنو هو، عارف الخبايا، وعارف شنو هو اللي يتسناه من المباراه. فبالنسبه للاصابات تيبانوا لي، رغم الاصابات فلا شك ان الكتيبه اللي توفر عليها دابا الان حسين عموته، فبلا شك انه الاصابات ما غاتبانش، خصوصا بانه العملود والبركاوي في المباراة اللي فاتت ما شفناش العملود، والبركاوي في المباراة اللي فاتت قدم أداء جيد في 30 دقيقة الأولى من بعد التغيير ديالو، فاش أنه ما بانش بأنه كاين نقص عدد. يعني هذا تيدل على أنه المجموعة كلهم موجودين، المجموعة كلهم حاضرين، تيتسناو أي واحد تعطاه الفرصة باش يكون في المباراة إن شاء الله.
جميل التصريح ديال سي حسين عموته سي مصطفى هو انه رغم انه فاز بربعه كيبان لك كيقول لك ان المباراه غتكون صعبه مباراه ما غتكون سهله منتخب اردني كيمتاز تكتيكيا كيكون فورت كما كنقولوا كيمتاز بلونغاجمون فيزيك كنعرفوا ان حسين عموته عارف شنو تابع بطبيعه الحال راه شاهد المباراه ديال المنتخب الاردني مع السعودي المنتخب الاردني كيلعب بشكل منظم يعني تكتيكيا وحتى ذهنيا كنظن انا عموته كما قال اسماعيل عارف هاد الخبايا ديال المنتخبات وبالاخص الفرق ديال اسيا هي مباراه ما كتشبه المباراه رغم الفوز ديال المنتخب المغربي 4-0 والاردن ب 1-0 كنظن انا كما قلت لك اجواء ديال المباراه غتكون مختلفه لانه الان الكل كيلعب على المركز الاول لا الحسن عموته ولا عدنان خصوصا المباراه سي مصطفى راه تمنحهم التاهل بطبيعه الحال حتى ولو كانت بالتعادل يعني كل جوج الفرق منهزمين غيبقى حد اوفر للفرق الاخرى باش الا فازوا في المباريات ديالهم تصدق المجموعه كلها متعادله ثلاث نقاط لكل ولكن كنظن انا المنتخب المغربي ما غاديش يطيح في هذا الموقف هذا كنعرفوا القيمه ديال المنتخب المغربي في الأجواء ديال المنتخبات كلها الميزة اللي عند المنتخب المغربي مع الفرق مع المنتخبات الأخرى كنظن رغم الإصابات اللي لا البركاوي ولا العملود هنا غادي تبقى واحد كما تكلمنا في الحلقة السابقة واحد لافونتاج التشكيلة الرسمية اللي غادي يا إما ينضم لها الرحيمي ولا أزارو وكنعرفوا حنا القيمه ديال هاد اللاعبين بجوج قيمه كبيره واضافه للمنتخب المغربي وهذا يبين بان راه المجموعه كلها منسجمه رغم الاصابه ديال البركاوي في 30 دقيقه وتم التغيير ديالو ما بانش بانه راه البركاوي تغير حتى اللاعبين اللي في الاحتياط راه هما موجودين بالشونجمون اللي دار حسن عموته اربع لاعبين يعني ما بانش النقص وما بانش التغيير وما بانش كاين شي فرق ما بين لاعب واخر بس اسماعيل كتشوف الصراحه ديال حسين عموته انهم تص داك الضغط على اللاعبين خاصه فاش قال ان المباراه غتكون صعبه ومازال المباراه متبقيه فبلاش دائما المدرب غيقول ان باقي ليه مباراه متبقيه هذيك المباراه المتبقيه ولكن من المحتمل ومن المفروض على المنتخب الوطني المغربي انه في مباراه اردن انه ياخذ تاهل باش عاوتاني تتخلي لك تطريح بعض اللاعبين الاساسيين اللي كيكونوا جراو جوج مباريات تتجرب لاعبين اخرين تتعرفهم حتى هما فين الجاهزيه ديالهم لا قدر الله وعسى انه تصاب لك شي لاعب يعني في الادوار القادمه ومن بعد مشى الدور الموالي راه دائما اي اصابه يعني خصك تاخذ اللاعب المناسب في المكان المناسب تنظن انه كيف ما قال المباراه غتكون تكتيكيه ف بلا شك انه تصريح من المدرب واقعي مدرب تصريحه واقعي بعد ما انا نجي نقول انا غادي نفوز لان المباراه اللي لا مباراه ديال 4-0 هذيك خدينا فيها ثلاثه نقاط تتنساش نشوفوا المباراه اللي جايه مع منتخب الاردن شويه غتكون صعيبه لانهم تنعرفوا الاردن حتى هما عندهم لاعبين جيدين وتنعرفوا الفيصلي الاردني وتنعرفوا يعني لاعبين يعني حتى هما عندهم مهاره يعني المباراه بلا شك انه لو ياخذوا اللاعبين المباراه كيف ما خداوها مع المنتخب الفلسطيني كلشي كان كيدير الواجب اللي مفروض عليه انه يديرو لا دفاعيا ولا هجوميا حتى باش كنستكون عندنا الكره تنحافظوا على الكره يعني تنخليو الفريق الخصم انه دائما يشاركوا وراء الكره هادو عوامل كثيرة اللي عاودوا استطاع انه المنتخب المغربي انه يعاود يزيد يوظف عاوتاني في المباراه ديال الاردن بلا شك انه بالامكان ديال المنتخب الوطني المغربي انه يحسن التاهل هو في الحقيقه اي مدرب ما كيبغيش يكشف على الاوراق ديالو اي مدرب في العالم ما عمرو يكشف لك على الاوراق ديالو لانه يقول لك لا فريق ضعيف ولا انا غادي نفوز في هذه المباراه اللي عنده في الذهن ديالو هو انه ما يبينش للخصم بان راني فريق قوي ولا راني عندي تكتيك ولا عندي مفاتيح ديال اللاعب ولا عندي عناصر جيده اللي تقدر تغير المباراه اي مدرب في اي تصريح ديالو ما كيكونش واقعي اي مدرب في العالم باسره يقدر يقول لك المباراه غتكون صعيبه ولكن بالنسبه ليه هو المباراه غتكون سهله ولكن ما كيعرفش الاجواء اللي غادي تدور فيها المباراه ما
ما يبينش لك مفاتيح السر اللي عنده في العناصر ديالو، التشكيله ديالو الرسميه اللي غيدخل بها، اللاعبين المصابين عنده، ما يقدرش يبين كل شيء على الورق. يا تصريح يعني اي تصريح اي مدرب غادي يقول لك، يقدر يغلط به الخصم، يقدر يحط الخصم في فخ، يقدر يخلي الخصم يعني يقلب على نقاط الضعف ديال ولا نقاط القوه ديال، ما يبينش لي بان رانا قوي وراني عندي المفاتيح اللي غادي تقدر تفوز المباراه. ما كتشوفش ان المباراه غتكون تكتيكيه بين المدربين، خاصه كنعرفوا ان المدرب عدنان احمد العراقي يعرف جيدا المدرب حسين عموته، وهذا ما اكده في تصريحه، غنسمعوا بعد قليل التصريح ديال المدرب ديال الاردن. ما كتشوفش المباراه غتغلب على الطابع التكتيكي؟ هي بطبيعه الحال غتكون تكتيكي، ولكن ماشي في جل اطوار المباراه، غادي تكون على الاقل في واحد 20 دقيقه الاولى جس النبض ديال كل الفريقين، لانه حنا الا كنتي الا كان الخصم غير يلعب دفاعيا، الطريقه الوحيده باش نسجل عليه هي خصني نضغط عليه، باش نسجل عليه باش نحسم الامور، لانه ملي كتسجل الاوراق ديال الخصم كتبعثر كيعود يقلب على حلول اخرى. ملي كتلعب بالاحتياط ديال واحد 15 دقيقه ولا 20 دقيقه وكتعرف النوايا ديال الخصم، ديك الساعه كتبدا تلعب على النقاط ديالو لا القويه ولا الضعيفه. الا حسمتي الامر في ربع ساعه فهمتي بالمباراه وحسنتي الصف الاول. عمليه التدوير اللي قال اسماعيل ضروري، عمليه التدوير لانه هذه بطوله فيها عده مباريات، فيها الدور الاول ثلاث مباريات وفيها الربع نهائي وفيها نصف نهائي وفيها النهائي، ضروري خصك عمليه التدوير، ولكن عمليه التدوير المناسبه ماشي العشوائيه، لانه الا درتي عمليه التدوير خصك دير عمليه التدوير اللي ما يوقعش فيها خلل، لانه التشكيله ديال الفريق خصك تثبت عليها، السيستم لو جو اللي كتلعب عليه خصك تثبت عليه، وحتى الخطه باش كتلعب خصك تثبت عليها. الا درتي تغيير ولا جوج ولا ثلاثه ما خصهم يبان واحد التغيير شامل ديال 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 السيستم دو جو ولا ديال التاكتيك ديالك. ما كتشوفش ان لاعبين الرجاء والوداد بالضبط سي مصطفى انهم خاضوا مباريات بزاف ما خاضوش قسط الراحه في شرط، ولا نضيفوا عليهم تبانون مع الاهلي، كنعرفوا ان الاهلي كشاف مجموعه من المسابقات، واش شي ما اثرش اللاعبين بدنيا؟ هذا راه واجب وطني. نعم ملي كيكون واجب وطني ما كيبقاش يبان التعب. نعم. ضروري خصك تحضر وتادي المهمه ديالك على احسن ما يرام، وحتى الطاقم اللي مشى مع المنتخب درايه بهاد الامور هذه، يعني وكيبان اللاعب واش عنده تعب، واش عنده عياء، واش عنده سير شارج، واش عنده اشياء اخرى، لانه الان التشكيله كلها والمجموعه تقريبا فيها 22 لاعب على الاقل واحد ولا جوج ما غاديش يبان الثغره. الا كان علاش دوينا على عمليه التدوير هذه المناسبه ديال المباراه الاخيره، الى حسيتي على ست نقاط دير عمليه تدوير راحه بعض اللاعبين اللي لعبوا كما قلتي لعبوا مباريات كثيره منهم ديال فريق رجاء البيضاوي، لا الحفيظي ولا الزنيتي ولا بانون ولا الرحيمي ولا عده لاعبين، كذلك لعبة ديال الوداد جبران والحسوني والكرتي، يعني عده لاعبين، وحتى بن شرقي ولا كذلك مع الفريق ديالو لعبوا مباريات كثيره، غيكون طبيعه الحال غيكون سير شارج، لانه كتجلس يومين ما كافياش الراحه باش تلعب مباراه ثانيه. كنظن انا عمليه التدوير خصها تكون عمليه في الوقت ديالها وفي المناسبه ديالها. اذا سمحتي نسمعوا التصريح ديال مدرب المنتخب الاردني ونرجعوا. أنا أكيد يعني ما راح أعطيك كيف سال عن المباراة، لكن أكيد أن احنا نسعى أن نفكر في الحقيقة في أن نقدم مباراة تنافسية عالية، ونفكر أيضا في إنه في نتيجة إيجابية من هذه المباراة، رغم أن المنتخب المغربي يقول منتخب قوي، لكن هذه مباراة الفائزين في الدور الأول، وبالتالي مباراة التأهل اللي يفوز سيحسم التأهل مبكرا، لهذه هذه مباراة مهمة جدا، وعلينا أن نتعامل معها بشكل متوازن. طبعا كما قلت حسين عموتة وصديق لي، ونلتقي ونتحادث في كرة القدم، ومدرب يقوم بعمل رائع منذ سنوات مع هذا المنتخب، ف
فاز ببطولة أفريقيا للاعبين المحليين، وهو تاريخ في ما إذا كان مع نادي الوداد بطولة الأفريقية، وحنا في قطر مع نادي السد، ونعرف الرجل يعشق التحدي ويقوم بعمله بشكل جيد. فأكيد هي مباراة فيها أفكار وفيها طموحات، وكما قلت هي مباراة بين فائزين، وبالتالي ممكن ضغوطاتها تكون أقل نوعا ما عندما تأتي فائز من المباراة الأولى. أكيد المباراة الثانية ممكن تعطيك طموح أكبر ودافع أكبر وجاهزية أكثر، خصوصا على المستوى المعنوي بالنسبة للاعبين. معي سمعنا التصريح ديال المدرب الاردني، كان صريح حتى هو واقعي، قال لك مباراه الفائزين المباراه الاولى مباراه التنافسيه وغنقلبوا على التاهل. طبيعي الحال يعني تكون مباراه تاهل، اي منتخب ياخذها باش يتاهل، المنتخب الوطني المغربي والمنتخب الاردني. اللي من ناحيه التصريح المدرب، ليش انه جامع معلومات كثيرة على المدرب أكثر من لأنه جامع معلومات على المنتخب الوطني المغربي. هذا شيء يدل على أنه المنتخب المغربي الوطني المغربي أنه ما بغاش يجيب القوة، نقاط القوة ونقاط الضعف، نقاط القوة ديالنا ولا نقاط الضعف ديالنا في التصريح ديالو اللي قبل المباراة. فبالنسبة لي أنا كيف ما قلت، المباراة تقدر تكون تكتيكية لأن فريقين بجوج فائزين، ولكن هذا ما تيمنعش بانه لخد المنتخب الوطني المغربي زمام الامور من بدايه المباراه، وحاول انه استطاع انه يسجل هدف مبكر في اول المباراه. فبلا شك انه غتكون المباراه يسهل عليه المباراه بزاف، وغنشوفوا الاخطاء كيف ما تنقولوا الاخطاء ديال المنتخب الاردني، لانني شفت شحال من المباراه، يعني منتخب اللي كيبدا مركز معاك في الاول، يعني ان فوت تسجل عليه الهدف باش تشوف بانه مساحات وتتشوف فراغات كثيره، لانه يقدروا يستغلوا اللاعبين ديالنا. عرفنا اللاعبين المنتخب الوطني المغربي تيمتازوا بالسرعات والتمريرات الاخيرات، باش تكون دائما الدقه في التمريره الاخيره، وتنشوفوا الهجوم كذلك، يعني لاعبين وسط الميدان تيسجلوا. فبلا شك انه تكون مباراه بالنسبه لي انا المنتخب الوطني المغربي غادي تفوق في المباراه ديال المنتخب. كنشوفو سي مصطفى ان المدرب الاردني يعرف جيدا المدرب حسين عموشه، خاصه فاش ذكر الوداد الرياضي وفاز معه بدوري ابطال افريقيا، تابعوا في الشان كنعرفوا انه كان عنده فيزيوناج على حسب التصريح ديالو، تبع الخطط اللي كيلعب بهم سي حسين عموشه، وما كتشوفش ان هذا غيشكل ضغط على المنتخب الوطني. وهذا الذكاء من المدرب، كنظن انا هضر على نقاط اللي المباراه صعبه، هضر على القوه ديال المنتخب المغربي، هضر على حسين عموشه، ولكن ما منعش بانه يقول خصنا نحققوا نتيجه ايجابيه. قال باننا خصنا نحققوا نتيجه ايجابيه، رغم هاد الحوايج اللي تكلم عليهم، قال بان خصنا نقلبوا على نتيجه ايجابيه، وهذا ما كيمنعش منه راه عنده باش يحقق نتيجه ايجابيه. ولكن كما قال اسماعيل، انا كنظن المباراه الى سير المنتخب المغربي بالطريقه اللي بغى وبالذكاء اللي بغى، غتجي مباراة سهلة، لأنه الحسم ديال المباراة هو تسجيل الإصابة في 15 دقيقة ولا 10 دقائق الأولى. ملي كتسجل الإصابة، الخصم أولا ما كيبقاش مركز، كتولي تشوف مساحات، الأوراق ديال المدرب كتغير، والمعطيات ديال التكتيك ديالو ولا التخطيط ديالو من قبل من مقابلة كلها كتغير. لهذا اليد الحل الآن بيد المنتخب المغربي، حسم المباراة وحيد وقطع الشك، لأنه رغم التصريحات ورغم كل، لأنه منتخب مغربي منتخب قوي لا نناقش عليها، لأنه إلا بغى يحسم المباراة ويتأهل بتسع نقاط يتأهل بتسع نقاط، يعرف كيفاش يجري ثلاث مباريات، لأنه المباراة الأولى مشات بقاو جوج مباريات، يعرف كيفاش ينتصر والطريقة اللي بغى بها بدون خسارة وبدون تعب، لانه كنعرفوا حنا الكره الاسيويه ماشي صعيبه على الكره الافريقيه. لا يعني نقطه كيف غنتكلم معك باسم، كنعرفوا ان عرب اسيا ماشي هو عرب افريقيا، ماشي عرب افريقيا تتعاب، بالاخص شمال افريقيا. نعم. شمال افريقيا منتخبات قويه، مشاركات في المحافل الدوليه كثيره، كاس العالم، كؤوس اوروبا، هذا
بين قوسين ما نقولوش بان كاس اسيا نوعا ما ماشي ما يوصلش لكاس افريقيا، ولكن الواقع هو هذا، لان المنتخبات العربيه ماشي هي المنتخبات الافريقيه. منتخبات افريقيه قويه، لا بالتكتيك ديالها، لا بلاعبيها، لا باي، لانه الان الحسم هو المنتخب المغربي بالطريقه اللي بغى وبالشخصيه اللي غيفرض على الخصوم. لانه ملي كتفرض شخصيه كتلعب بأريحية، ومني كتسجل كتلعب بأريحية. ما كنتش نسمع ان نوعيه اللاعبين او القيمه ديال اللاعبين المغاربه اللي موجودين في المنتخب الوطني غتكون فاصله في المباراه يوم غد. طبيعة الحال يعني اللي شفنا اللي نشوفوا المباراه، فناخذوا كمثال انه النهيري قبل ما يكون اول مباراه استدعاء كانوا استدعوا بدون فريق المنتخب. نعم. الان شوف اللاعب الثقه اللي عطيتي الاداء ديالو في المباراه في فلسطين، عبد الله الحفيظي، الشيبي اللي كانت المنادات عليه المنتخب الاول وتعطاته في المكانه ديالو في المنتخب المحلي، شوف الاداء ديالو في المباراه كيفاش كان. يعني انا تنشوف كذلك اللي زاد بهرنينا وسعدان مع بانون الثنائيه اللي كانت يعني ما كانش كتوقع حتى واحد، والثنائيه اللي عطات الامان حتى الاظهره للشيبي ولا النهيري انهم خلاتهم تيتحركوا بواحد الاريحيه كبيره، تيخلقوا لك فرص، يعني كيعطيك واحد الثقه حتى فاش تكون عندهم الكره كيفاش كيليمينيو ليلين، كيفاش كيلعبوا، كيفاش كيزيدوا بالكره. صراحه يعني منتخب بين على انه عنده المقومات وعنده يعني كما تنقولوا ثوب البطل عند المنتخب الوطني المغربي. هذا ماشي يزيد بانه لازم انه تزيد شويه المجهود وشويه العزيمه دائما، ودائما يحبوا كل مباراه انهم يكونوا فائزين. فطبيعه الحال انه غتكون بالنسبه لي انا غيوصلوا لابعد نقطه ان شاء الله، وهي النهائي ان شاء الله. هي بكل صراحه الثنائيه ديال مروان سعدان وبانون عطات الاكل ديالها، وبانت على انه خاصنا كنعرفوا ان مروان سعدان كيلعب ميلو تيران، ميلو تيران ديفونسيف، رجعوا تشموا ميلو تيران ديفونسيف فاش كيرجع لها في بلاك سي مصطفى كتجي سهله شويه. بالطبع لا، هذا لو ريسك دو ميتي عند المدربين. النهيري اللاعب اللي كيلعب ظهير، راه كنا تكلمنا عليه هذه النقطه هذه، كنا تكلمنا عليها باون التشكيله اللي شتي تشوفها، كاينين لاعبين عديد في التشكيله اللي يقدروا يشغلوا عده ديال المراكز. صحيح. يعني هنا لو حتى يكون عندك اصابه ولا اصابه شنو قد الله حتى ثلاثه الاصابات ما كيكونش تخوف لانه عندك لاعب تيجي يلعب بزاف في المراكز، وهذا دائما تتكون نقطه اي مدرب كيتمنى انه يكون عنده نوعيه بحال هاد اللاعبين. بحال نهيري كيسجل لك، هذا راه ماشي مدافع، هذا راه جناح، ويلعب لك جناح ويلعب وسط الميدان. علاش خدا عموته هاد النقطه هادي؟ كل ما كانش عارف سعدان بانه غادي يلعب في هذاك المركز ما يقدرش يغامر به، لانه كنعرفوا اللاعب سعدان في وسط الميدان احسن اللاعبين اللي كاينين على الساحه، وهو لعاب اللي كما كيقولوا باللغه رزين، لعاب رزين وماشي شي لعاب اللي كيلعب العشوائيه الكره اللي جايه حتى كي. وعندك جوج ديال لافونتاج اللي عند المنتخب المغربي، جوج اللعابه كيلعبوا في قلب الدفاع كلهم كيخرجوا الكره دي مونور، عندنا ما كاينش ديك الكره الطويله، ما كاينش، وعندك اظهره اللي كيساعدوهم. علاش عموته خدا هذا الريسك هذا؟ لانه عرف بانه كاين واحد الانسجام في خط الدفاع، وكاين واحد الانسجام في خط الوسط، لانه كاين تناسق ما بين هاد جوج الخطوط اللي خلى الاريحيه ديال الهجوم لا الحافظي ولا البن شرقي ولا الاحداد ولا الرحيمي ولا البركاوي. النقطه الاخرى هو الوالد الكارتي في المباراه ديالو، الاداء ديالو في المباراه كان ممتاز. علاش؟ لانه كان كيرجع يقوم ادوار دفاعيه مع 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 جبران، كان تيخلي الحافظي تيليبري الحافظي باش ما يقومش بادوار دفاعيه معاه، هو جبران كانوا كيرجعوا كيخليو الاريحيه الحافظي اللي عنده واخا الكرتي عنده اللمسه الاخيره، رغم عنده اللي زاد عاون الكرتي لما رجع بانه كانت عنده ديجا الكرتي، كانت عنده واحد شويه نزعه دفاعيه حتى فاش كان كيلعب انه ورا المهاجمين، كانت عنده ديجا نزعه دفاعيه فاش كان كيف افتقد الكره، كان دائما تمشي يقلب عليها هو نيت ولا نيت، يقلب على يشيرش لو بورتر دو با. هذاك نفس الشيء اللي كان لما رجع شويه بدا تيعاون جبران بالتمريرات اللي عنده، ولو تيخرجوها تيحيدوا كاع ليلين، تيعطوا كرات للحافظي في الاماكن اللي تيبغيها، واحد جوج كتلقى الكره في الامام
واحد يعني هادي لوطوماتيزم هادي لوطوماتيزم لوطوماتيزم ولا شتي بلا النهاري كانوا معاونينهم في ليماسيون بوتي وهذا الشيء كامل الناس تيجي من نوعيه اللاعبين لو كتعرف بانك عندك وسط الميدان اللي تيعرف يتحكم في الكره طبيعة الحال اظهرت هما تيكون عندهم اطمئنان انهم كيفاش غيمشيو كيفاش غيمشيو لان نوعيه اللاعبين كيعرفوا انهم يلعبوا في الارض تيعرفوا يلعبوا بسرعه وكيعرفوا وقت الشيء يهزوا الريتم وحتى لما تيمشي لهم الفريق الخصم المساحه تيعرفوا انهم يغيروا اللعب المساحه اخرى باش عاوتاني يبقى عندهم الوقت فين يبقوا يعني اشياء كثيره اشياء كثيره يعني بزاف الحوايج اللي كاين واحد العامل اللي هو مهم جدا هو التركيز كل لاعبين مركزين على المباراه شي ملي كتركز على المباراه الكره كتسهل معك وبالاخص الاوتوماتيزم ملي كتكون عارف حافظ فين غيمشي الكرتي فين غيمشي بن شرقي فين غيمشي ملي كتكون عند اللاعب كره كتسهل عليه كيلقى عده حلول ماشي بحال لعاب امونور دو جو ولا وسط ميدان لا مدافع عنده كره وما عندوش حلول عنده واحد ولا جوج ملي كتلقى خمسه ولا سته ديال الحلول كتسهل عليك الطريقه في اختيار الحل الاوفر اللي وصول الهدف وهذا هو اللي حصل في المباراة الأولى كانوا حلول بزاف كانت المجموعة متكاملة نتمنى في هذه المباراة هذه تكون عدة حلول للأمام ولتسجيل الأهداف باش نحسموا الأمر على ذكر المجموعة متكاملة في المباراة الأولى تعرضوا مجموعة لاعبين عفوا إصابتين العملود والبركاوي ارتجاج في المخ والعملود اصابه في الكاحل غنسمعوا التصريح ديال هيتشي بعد قليل الاطمئنان على الحاله الصحيه للاعبين وكنتمنوا له الشفاء العاجل كتشوف هذا الشيء غياثر على المجموعه سي مصطفى لا اعتقد انا ما نظنش هو نتمنوا لهم الشفاء العاجل وبغيناهم يكونوا حاضرين مع الزملاء ديالهم ولكن هذا الاصابه وارده نتمنوا حنا ما تكونش الاصابه ديال البركاوي اللي صعيبه هذيك هي اللي ارتجاج في على حد علمي انه قال لك عنده مده راحه بين 5 ايام و 6 ايام الحمد لله ما عندوش شي اصابه خطيره وشارك التدريب اليوم الحمد لله ما عندوش شي اصابه خطيره هذا اللي بغينا نسمعوا ليه اما بالنسبه للعملود يقدر يرجع في 4 ايام ولا 5 ايام بعد الاستمراريه مع الكيني وسميتو يقدر انا يرجع للتمارين ديالو هنا علاش تكلمنا في عمليه التدوير عمليه التدوير ملي كيكون عندك جوج ديال الاصابات ولا اصابه وعندك لاعبين في القيمه نفس القيمه ما كيكونش نقص كيكونش عندك واحد كتقول انا ما عنديش لعاب راه خاص المشكل اللي كيكون هو ما كيكون عندك اما مهاجم وما عندكش البديل وعنده اصابه هذا فين كيتخوف الانسان كيقول لك انا راه ما عنديش البديل ديال المهاجم وعندي بليسي ولا عنده مرض ولا عنده شيء كنظن انا المجموعه متجانسه مجموعه متكامله راه دوينا على الامس مع اسماعيل اللي دخل بهذه اللغه اللي دخل كيقضي وكلهم بحال ما كاينش واحد الفرق شاسع الا في بعض الجزئيات اللي بسيطه واحد 2% ولا 3% كنظن انا الجل المجموعه متكامله اللي حضر كيقضي حنا الاهم ديالنا هو التاهيل للدور الثاني ولما لا الظفر باللقب لانه حنا من التوب ديال اللقب من التوب ديال الانتصارات نتمنى لهاد المجموعه هادي مسيره موفقه في اتجاه صحيح ديالنا نسمعوا التصريح ديال الدكتور العامل طبيب المنتخب الوطني المغربي لود كيف قلت العامل لود اللي تصاب ليله المباراه في اخر حصه تدريبيه على مستوى الكاحل هي اللي متيقنين به 100% هو في هذا الدور الاول ما غيكونش موجود الدور الثاني مازال صعيب علينا باش نحددوا شحال عنده ديال المده الزمنيه اللي غيوقف فيها من بعد هذا الاسبوع ولا 10 ايام بعد ما كاين والو كاين لاعب اخر اللي عنده دار ان كوموسيون سيريبرال في المباراه ديال البارح هو اللاعب البركاوي اللي هو الان في تحليلات وفي ديز اكسبلوراسيون داروا كاين دابا واحد البروتوكول لابد اون دو لو ريسبكتي اللي طرحها علينا لا فيفا فيما يخص هاد لي كوموسيون سيريبلار باش ما يبقاوش دي سيكيل دونك عنده بعد على الاقل 4 ايام 5 ايام الاولى ما يمكنلوش يجي للتدريب ما احنا متقنين ان شاء الله بان 5 ايام 6 ايام غيكون جاهز ويمكن له يكمل لا كومبيتيسيون
هادشي اللي يمكن نقول لك على اللاعبين، وان شاء الله في المستقبل نعطيكم مزيد من المعلومات. نعم، بقيه اللاعبين كلهم حاضرين، كلهم حاضرين، كلهم موجودين، ما كاين حتى شي مشكل الحمد لله. نعم، انت كطبيب استاذ يفتي، بالنسبه لدرجه الحراره هنا الاجواء يعني مزيانه، ماشي كثيره الحمد لله، لا مزيان، حنا موالفين بهذه الحراره ديال 26 27 حتى 29، ما فيها مشكل الحمد لله. سمعنا التصريح ديال الدكتور يفتي طبيب المنتخب الوطني، قال لك العملود ما غيكونش جاهز في الدور الاول، شك انه يكون جاهز الدور الثاني، على عكس البركاوي اللي كتلزمو الراحه 5 ايام. بطبيعه الحال يعني اول حاجه نتمنى لهم الشفاء العاجل لايوب العملود ولا البركاوي. فبالنسبه للعملود يعني نتاسف ليه بانه ما يكونش في ادوار صعيب، يعني ملي تسمع انه من بعد الادوار المر الادوار الدور الثاني وربع ايام من بعد، يعني صعيب يكون صعيب انه يكون جاهز، ولكن نتمنوا ليه الشفاء العاجل. وحتى هو مع المجموعه بلا شك انه يكون قريب مع المجموعه، ما غيحش بنفسه انه يعني يكون مساند من الاصدقاء ديالو باش انه يرجع في اقرب وقت، لان الفريق ديالو فريق الوداد البيضاوي انه بحاجه للخدمات ديالو. والبركاوي بلا شك انه كنعرفوا بانه كيكون واحد البروتوكول، صراحه انه بروتوكول تتبع الفيفا، اي لاعب تيطيح على الراس ديالو في الميدان كيخصو يتبع واحد التحاليل واحد الاجراءات، فبلا شك انه غادي يكون جاهز من بعد 4 ايام حتى 6 ايام. فيعني هذا خبر صار للبركاوي انه ان شاء الله وصار العائله ديالو، ونتمنى ليه الشفاء العاجل ورجع يزور الزملاء ديالو. نقطه اخرى سي مصطفى الكرهيب، هي درجه الحراره، درجه الحراره تكون معتدله، ما كاينش درجه الحراره مرتفعه 27 26 على حساب كما قال هي تي صوديو، ما تاثرش على المنتخب الوطني. وهي بطبيعه الحال حنا كنعرفوا بالاخص شهر 6 وشهر 7 وشهر 5 وشهر 8 وشهر 9 كتكون الحراره في دول الخليج حراره مرتفعه، ماشي الحراره اللي كتكون صعيبه، كتكون الرطوبه اللي صعيبه، الرطوبه اللي صعيبه ما تقدرش تلعب في هذيك الاجواء. الحمد لله هذا شهر 12 شهر 11 كيدور فيها الدوره، يعني الجو ما غاديش تكون الحراره فيه 30، يعني غتكون واحد 26 25. الحمد لله جو اللاعبين المغاربه معروف عليهم عايشين في هذه الاجواء هذه، يعني ما غاديش تكون حاله الطقس تاثر على المجموعه. كنظن انا كل الظروف مناسبه للاجواء لهذه الدوره هذه واجراء هذه الدوره. بقى علينا حنا الا المنتخب المغربي يكون حاضر جاهز، لا بدنيا ولا ذهنيا ولا تقنيا. للاسف كنتاسفوا على هجره اللاعبين هذو العملود والبركاوي. الحمد لله خبر صار على البركاوي اللي ما عنده شي اصابه خطيره، العملود عنده انه طرس 10 ايام حتى الاسبوع يقدر يعاود يزاول التمارين ديالو. والمجموعه كلها كما قال الدكتور الهيفتي، المجموعه الحمد لله بصحه وعافيه جيده، نتمنى لهم ان شاء الله بالصحه ويمارسوا الدور البطوله ديالهم احسن الظروف، وحنا بغيناهم يجيبوا لنا اللقب ان شاء الله وتكون نتائج ساره لهم هما ان شاء الله. سي اسماعيل، في مجموعه متكامله والجميل في الامر ان اللاعبين مثل الاخوه التصريحات ديالهم فاش اكدوا نتابعوا بعدا قليل التصريح ديال فوزير، كياكدوا انه ما عندكمش مشكل، اللاعب اللي دخل كيف ما قال سي مصطفى كيقضي الغرض وغياكد لنا الهضره ديالنا فوزير. فبطبيعه الحال يعني المجموعه متجانسه تعيشوا بحال الاخوه، لانه لو نشوفوا المجموعه اغلب اللاعبين كانوا موجودين ديجا في اخر نسخه، اغلبيه لاعبين اخر نسخه ديال الشان ديال المحليين، وكذلك تجمعات بيناتهم وتربص. فبلا شك انه دائما لما تتعيش كاخوه فبلا شك ان دائما تتكون النتيجه اللي يدخل غادي يقضي هما اللاعبين كاملين عندهم واجب واحد، الواجب الواحد ديالهم هو واجب وطني، ومن بعد تيجي الواجب الثاني لانهم خصهم يجيبوا اللقب. يعني اللي يدخل غادي يقضي علاش؟ لانه الهدف، لانهم هما الهدف هو انه يجيب اللقب اول مره غيكون معترف به بالفيفا، اللي غيتقيد ليه السي في ديالو، اللي غيبقى تابعو، اللي غيفتخر به هو والابناء ديالو. سي مصطفى، نسمعوا التصريح ديال محمد فوزير ورجعوا كامل اللي حاضرين. حتى 20 لاعب كيتوفر عليهم امكانيات عاليه بالنسبه لل11 اللي كيدخلوا ولا 11 اللي كيكونوا في الاحتياط، يعني نفس الشيء. اهم شيء ان الكل يكون عنده هدف واحد اللي هو الذهاب ابعد نقطه في هذه البطوله، وال11 اللي كيدخلوا كيقضيو الغرض، وال11 اللي
اللي في كما قلت في الاحتياط اي لحظه مركزين حتى هما يدخلوا ان شاء الله يعطيوا الاضافه. وهذا هذه نقطه اضافيه بحكم المباريات كنشوف انها متقاربه، الا كانت هذه النقطه تعطينا حافز ايجابي فغادي تمكننا اننا نمشيو ان شاء الله في هذه المنافسه ان شاء الله ولما لا نحقوا هذا اللقب باذن الله. لا فرق بين الاساسيين والاحتياطيين واللاعب اللي دخل كيقدر يغادر. سي ايوب كنا هضرنا في هذه النقطه هذه لانه مجموعه واحده كعائله، عائله يعني كل كيحمل القميص الوطني العاتق عليه هو الواجب الوطني، وما كاينش فرق ما بين المعلم وبين مصطفى خليف، نحملوا نفس الالوان نحملوا نفس القميص يعني ما كاينش الفرق. الهدف الوحيد هو النتائج، كلهم كيبحثوا عليها لانه كاين امتيازات ماديه، كاين واجب وطني كما قال اسماعيل، لانه كنعرفوا اللقب فيه ميداليه كتبقى لك في التاريخ ديالك وكتطبع البصمه ديالك بهذه الالقاب، يعني في الجعبه ديالك كلاعب دزتي لعاب مع المنتخب الوطني دزتي لعاب مع فريق ديالك، ملي كتحصل على اي لقب كيبقى الاسم ديالك مطبوع في الارشيف ديال البطولات. وهذه مناسبه نسمعوا هذا اللاعب هذا اللي كيتحدد بهذا الواقعيه وبهذا الجمال ديال هذا الكلام اللي كيقول بان احنا اخوه، اللي راه قلناها احنا قبل ما نسمعوها، راه قلنا اللي دخل كيقضي 11 لاعب في رقعه الملعب و11 لاعب في البونتوش، يعني كلهم بحال بحال، هذا اللي كيخلي النتائج تجي، لان ملي كتكون عائله وحده النتائج كتجي بوحدها. هي بكل صراحه سي مصطفى هذه الاجواء اللي كيعيشها المنتخب الوطني الرديف انا بكل صراحه مرتاح لها مطمئن لها عجباني. هذه الاجواء ما شفناهاش في المنتخب الاول، بكل صراحه في المنتخب الاول كنشوفوا تجاوزات من بعض اللاعبين، وكاين كاين فرق كاين فرق المنتخب الرديف كنشوفوا ان حسين عموته ضابط لا ماشي ان المدرب وحيد ما ضابطش الامور، لا حنا كنعرفوا المنتخب المغربي عده دول، المنتخب المغربي عده دول، نعم عده نقولوا بهذا المفهوم عده بطولات. المنتخب المغربي هاد العناصر اللي كاينه كلها لعبت البطوله المغربيه، كلشي ما كاينش شي واحد اللي ما لعبش البطوله المغربيه، ما مشى احترف الا ومر من البطوله المغربيه ولعبوا مع بعضياتهم وكلهم كيعرفوا بعضياتهم. هنا كاين التجانس ديال الممارسه الداخليه عاده باش المنتخب الوطني. هذا المنتخب الحرف الف غير، لانه كنعرفوا كاين اللي كيمارس في بلجيكا، كاين اللي كيمارس في هولندا، كاين اللي كيمارس في فرنسا، كاين اللي كيمارس في اسبانيا، كاين اللي كيمارس في البطوله المغربيه، يعني كاين واحد اللي غادي يخلي التواصل ما بين هذه المجموعه هما اللاعبين بعضياتهم ماشي المدرب. المدرب ما يمكنش يصاحب بالمعلم مع زياش، ولا يصاحب زياش مع اي لاعب اخر، لانه انا اللي خصني نتقرب من زياش وانا اللي خصني نتقرب من فلان ونتقرب من فلان باش تكون واحد الاوتوماتيزم حتى في العلاقه، لانه الا ما كاينش الكورونديز ملي غتكون لاعب معايا بطبيعه الحال ما غيكونش كورونديز حتى في لاباس وفي ربعه الميدان حتى هو ما يكونش واحد. هي بكل صراحه التجانس ظاهر على الفريق الوطني، وغنسمعوا التصريحات ديال وليد الكرشي وديال المساوي بعد قليل. كتشوف ان التجانس نقطه مهمه او القوه الضاربه ديال المنتخب الوطني بطبيعه الحال. اللي جيتي تشوف اللي جينا نشوفوا في المباراه الاولى كانوا تغييرات كثيره وقعت في المباراه. نعم. واش حسيتي بانهم وقعت تغييرات؟ وقعت تغييرات في المباراه؟ لا انا تيبان لك بانه بطبيعه الحال كل كيف ما تنقولوا باللغه ديالنا كل قلب واحد على قلب ديال صاحبه، لانهم هما تماك، لانهم خصهم يمشوا لابعد نقطه والواجب ديالهم هما يمشوا لابعد نقطه، لانهم من العار ومن العيب بهاد اللاعبين بهاد الامكانيات اللي عندهم بهاد الترسانه اللي تنتوفروا عليها حاليا من فروش باللقب. حنا شفنا جميع المباريات الان دابا، يعني امامك الطريق بانت لك، يعني شفتي جميع المباريات الان تتبان لك شكون المنتخبات اللي تقدر تلاقى معها وشكون اللي المنتخبات القويه. يعني من المنتخب المغربي بين بانه من ربعات المنتخبات اللي موجوده في هذه البطوله قويه، ونتمنى لهم ان شاء الله التوفيق. حتى في المسار ديال اللاعب راه بالفرحات يفوز بلقب، لانه كنعرفوا لقب واول نسخه معترف بها الفيفا، يعني ماشي سهل، يعني راه ما سهلاش. بالنسبه لي انا كلاعب سابق انا نبغين، لا اعتقد ان اي لاعب في المنتخب ما يبغيش يفوز
يكون هذا اللقب هذا وما يبغيش ينتصر في اي مباراه. انا لا اعتقد لانه كنعرفوا اللعب الهدف الوحيد ديالو هو تسويق السمعه ديالو هي الفوز بالالقاب والنتائج ايجابيه. نعم سي مصطفى نسمعوا التصريح ديال اللاعب وليد الكرتي واللاعب موسى. احنا الحمد لله المباراه الاولى المباراة الأولى حققنا المبتغى هو 3 نقاط. المنتخب الوطني اللي كيتوفر على لاعبين كي عندهم مهارات كبيرة وعندهم التزامات اللي كيحاولوا دائما يبقوا ديما في الطوب. فاحنا الحمد لله عندنا أجواء عائلية ما بين اللاعبين، يعني كل شيء كيبغي الخير لصاحبه، فهذا هو هذه القوة ديال الفريق الوطني، وهذا ولا يخلينا نمشي ان شاء الله بعيد في البطوله العربيه ولما لا نحقق اللقب ان شاء الله. المباراه ديال غدا امام الاردن كتبقى مباراه اللي غتكون صعبه، ما كاينش شي مباراه سهله وما كاينش شي مباراه صعبه، فاللي غيكون موجود اكثر واللي غيكون مركز اكثر هو اللي غادي ان شاء الله يحسم 3 نقاط. كيف ما كنعرفوا المنتخب الاردني حتى هو حقق 3 نقاط اللي فاز على المنتخب السعودي، وحتى هما غيكونوا داخلين عازمين، حنا غندخلوا نحترموا المنتخب الاردني وندخلوا عازمين حتى حنا ان شاء الله وندافعوا على الحظوظ ديالنا ونحققوا 3 نقاط ثانيه ان شاء الله اللي تحسن لنا المصير ديالنا في التاهل. كيعلم الجميع انني كان عندي واحد مباراه مع فريق نهضه البركانيه في الكاف، والالتحاق ديالي كان متاخر، ولكن انا مستعد للمباراه الغد ان شاء الله، واذا احتاجني المدرب غادي نكون نراه الاشاره ديالي. اسماعيل سمعنا التصريحات ديال وليد الكرشي وديال المساوي لاعب نهضه البركان، كنشوفوا ان التصريحات ديالهم جميع في الامر انه كلشي كيقول لك اجواء العائليه اللي في المنتخب هي القوه ديال المنتخب الوطني، ولا احتاجنا حسين عموته حنا راه الاشاره ديالهم. بطبيعه الحال هذه هي هذه اللي تنقولوا، كيف ما تنقولوا المجموعه انك يحتاجك المدرب، تتكون راه تقدر تكون محتاجك المدرب اليوم كيبداو اللاعبين اساسيين. كل مباراه وعندها الطارق ديالها والظروف ديالها والاجواء، راه اي لاعب يمكن يدخل غيولي هو اساسي، كيف تعيشوا بحال الاخوه لانهم هدف واحد. الهدف واحد هو انه متلك عندهم توب البطل، باغين يجيبوا الا بغيتي تجيب واحد اللقب خصو دائما الالتحام، تكون عايش بحال الاسره، تشوفوا عايش بحال الخو الاخ بحال عايش مع الاخ ديالك، باش تخليك انك تكون في الملعب كذلك تكون هذيك من الشوفه، تقدر تشوف صاحبك تتعرف شنو باغي يقول شنو باغي يدير فين باغي يعطيك، يعني تتولي حتى هادشي تيجي حتى قبل المباراه، لان تنشوفوا بعض اللاعبين قبل المباراه تكون تتكلم مع صاحبك، الا مشيت هنا فين تعطينيها من جيلة كيفاش دير واش تغطي عليا الا مشيت هنا، يعني الاشياء اللي خصها تكون دائما، ولا ما كانش دائما اللاعب قريب من اللاعب، بحال هاد الحوايج هادو اللي يقدروا يسهلوا للمدرب هاد الكره، اللي يقدروا يسهلوا للمدرب التاكتيك ديالو، يعني دائما خصك تكون تتحاور مع الزمن ديالك، تكون انك تتحاور معاه في الكره باش ان الهدف ديالك هو انه جيب هذاك اللقب. بالنسبه للمساوي بلا شك انه حاليا راه حتى هو تعتبر من احسن الاظهره من احسن الاظهره كاينين في البطوله الوطنيه، شارك اخر مباراه مع نهضه بركان، التحق بهم الان مع المجموعه، تبقى كيف ما قال لك انا موجود، كيبقى الاختيار المدرب تصريح واقعي من اللاعب، نتمنى لهم التوفيق كاملين اللاعبين كاملين. سي مصطفى سمعنا التصريحات ديال وليد الكرشي ديال المساوي، كيف جاوك التصريحات ديال اللاعبين؟ التصريحات ما فيهاش غرور، هذا هو الاهم. لعاب اللي ما كاينش الغرور، واخا فاز باربع اصابات مع خصم اللي نوعا ما نقولوا متوسط، مداركين الموقف بان راه مباراه غتكون سهله غتكون صعيبه مع المنتخب الاردني، واللي جميل في الامر هو انهم عندهم الاهميه بهذه الدوره هذه في التصريحات ديالهم كاملين، لانه عند واقعين في الكلام ديالهم، الكل كيقول لك حنا باغيين نمشيو لواحد الهدف ابعد اللي هو اللقب، وهذا من احسن الاشياء اللي كتخلي واحد العائله مجتمعه، لا في التدريب ولا في الفندق ولا في الغرف ديالهم كتلقاهم بحال الاخوه، هذا اللي كيسهل على الناخب الوطني قياده المنتخب المغربي المحلي ديال هاد المجموعه هادي. وكنظن انا لا المساوي ولا الكرتي تكلموا بواقعيه، المساوي كان عنده عذر، عرف اعتذر وعرف بانه راه اخطا
واعتذر وقال لك انا بالنسبه لي انا موجود الناخب ولك ياخذ القرار. وجول اللاعبين كيصرحوا بهذا الكلام كيقول لك انا موجود القرار بيد المدرب اللي غير التشكيله اللي دخلت حاضره راه حنا مساندينها والوقت اللي بغانا راه حنا واجدين. هذا هو اللي جميل في هذا الشيء. على ذكر التشكيله سي اسماعيل كتشوف ان مباراه الاردن غيكون تغييرات في تشكيله المنتخب الوطني او يعتمد على نفس التشكيله مع العلم ان باستثناء البركاوي؟ لا ما تنظنش انه غيكون تغييرات كثير. كنظن انه غيدير نفس التشكيله مع اعتماد انه يقدر يكون تغيير في راس الحربه يعني ما بين غتبقى ما بين ازارو والرحيمي يعني هما الاقرب اللي غيكونوا الاجدر لانهم يشاركوا. فبالنسبه لي ان التشكيله يعني كيف ما تنقولوا الفريق اللي تيفوز ماشي تغيرش قدموا اداء جيد من جميع الجوانب دفاعيا هجوميا يعني بلا شك انه مجموعه دابا حاليا المدرب ما ياخذش لو ريسك انه يحاول انه يغير لاعب او لاعبين باش لانه عنده اصابه غير لاعب اللي مصاب وغيدخل بنفس التشكيله لانه التشكيله قدمات مباراه جيده. ما كتبش السي مصطفى ان تالق النهيري احرج حسين عموته مع حمزه المساوي كنعرفوا ان حمزه المساوي كان ظاهر قصر. لا هو لا لوجيك ديال كره القدم فورماسيون اللي دخلت ادت جابت نتيجه هي اللي كتبقى ربما تكون تغييرات في التكتيك التكتيك على حساب الخصم ربما تكون تغيير واحد على حساب البركاوي لانه البركاوي كنعرفوا الان مصاب يا اما الرحيمي يا اما ازارو. وشوف من هنا الغداء شنو غيوقع بالتصريحات ديال طبيب الفريق. الكل مستعد الكل على صحه جيده نتمنوا احنا ان شاء الله صحه جيده لاي لاعب في المنتخب باش ما نحصلوش في مناقشاته. التشكيله غادي تكون مثاليه نفس المباراه الاولى تغيير واحد اللي غيكون هو يا اما ازارو يا اما الرحيمي وغادي تكون ربما في التكتيك ربما غتكون تغيير في التكتيك. كنقطة أخيرة اللي غنطرقوا لها سي مصطفى كنشوفوا أن بعد تألق الحفيظي كثرت البوليميك أحد وكلاء اللاعبين اللي معروف أنه كيخدم مع الهلال السعودي كان لاحت دوينة أن الحفيظي قرب واش ما كتشوفش هاد البوليميك كتخلق ضغط على المنتخب الوطني؟ لا كتخلق ضغط على اللاعب نعم على ولكن حنا كنعرفوا المواقع الاجتماعية كلها كلام في كلام. حفيظي لاعب فريق رجاء البيضاوي الان كيمارس المهام ديالو مع المنتخب المغربي وانا كنعرف الحفيظي شخصيا ما غاديش اللعاب اللي غادي فقط تير لي هاد الانتباهات ديالو في راسو في الذهن ديالو باش يخرج على المنطقه ديال البطوله التدهور اللي حفيظي غيلعب المباريات ديالو هاد المانجر ولا هذا نقولوا حرب اعلاميه خاصه للمنتخب السعودي مع المنتخب اغلبيه ديال الحروب اللي كتجي للاعبين كتجي على المواقع الرسميه ولا على السماسره. كنظن انا حفيظي كبير على هذا الشيء وما غاديش يدور له هذا الشيء في الراس ديالو. حفيظي عنده مهمه غادي يؤديها عنده مباريات خصو يلعبهم ليه هو والشعب المغربي والمنتخب المغربي. هاد النقطه ما كتشوفوش ان غتاثر على اللعيبه معي. لا بعد لابوليميك كثرات انا جماهير الهلال السعودي كي اللي كترحب باللاعب كي اللي ما كترحبش باللاعب ان الوكيل الاعمال طلع بتدوينه رسميه على الموقع الرسمي ديالو اكد انه في يناير الحفيظي قريب من الانتقال للهلال السعودي. بلاش كان جاورت اللاعب تنعرف القيمه ديال اللاعب التركيز ديالو الان يكون منصب على غيكون منصب على الاداء ديالو مع المجموعه مع رفقات المنتخب الوطني المغربي. فالكواليس وما يجور على الكواليس يعني ينتقل ما ينتقلش داكشي تيبقى بعيد على الكواليس بلا شك انه لاعب محترف وناضج ما يدخلش راسو هادشي لانه تيربطو عقد مع الفريق ديالو وهو الان تيدي واحد الواجب ديالو اللي واجب وطني. من بعد الا كانت شي حاجه فاي لاعب تتمنى ليه الا الخير تمنى ليه انه يكون ياخذ تو تجربه احترافيه لانه تو من اللاعبين الممتازين في البطوله الوطنيه. تمنى ليه الخير انك تشوفو تو فريق تو عرف بانه تدوينه ماشي رسميه تو عرف تدوينه بانه ماشي رسميه تكون شي حاجه رسميه راه كاين فريق ديالو كيما قال اسماعيل عنده عقد كاين فريق ديالو هذيك تدوينه لوحه الفريق
الفريق اللي الفريق هو اللي يقرر واش حفيدي يمشي. حفيدي مركز الان على الدور لانه لو التركيز ديالو بان في المباراه الاولى بان بانه مركز لانه يقدم مباراه وان شاء الله اداء يقدم كذلك مباراه المباراه الجايه يقدم اداء جيد على المجموعه كامله تقدم اداء جيد. انا ضمن اللاعبين كاملين ونسينا واحد العنصر مهم هو سنيتي. ولكن حيت حيت المباراه الاخيره ما شفتيش اش كان ولكن كيبقى عنصر مهم لا اهم العناصر تركيز اللاعبين ديالو ونتمنوا له صحه جيده للمجموعه كامله. هذا هو اللي على التركيز ندوي على نقطه واحده انا اللي بانت ليا هي في المباراه ديال المنتخب الوطني المغربي فاش كانوا خارجين بين الشوطين فكان انه دار حوار بينهم وبين بدر بانون فهنا تيبان لك بانون بانه قائد كل ما في الملعب بكورتو قائد حتى كذلك لانه الحوار اللي داز بيناتهم خلى اللاعبين انهم شفناهم في الشوط الثاني يعني اكثر بداك الشيء اللي كانوا بحال الدوبلو لي فور اللي كانوا دايرين في الشوط الثاني فبلاش كانوا هذه نقطه ما خصهاش تدوز بانه قائد والمكانه ديالو كاينه وموجوده في المنتخب. صحيح كيف ما عايروا وصلنا لنهايه الحلقه ديالنا كنتمنوا الحظ الموفق للمنتخب الوطني ويحسم التاهل ان شاء الله ويحسم التاهل مبكر. كنشكرك على المرور ديالك معنا على التوضيحات. شكرا بطبيعه الحال نتمنوا للمنتخب الوطني المغربي انه يتاهل. شكرا لك سي ايوب حسيت شرف اني نكون معك. شكرا سي مصطفى شكرا سي مصطفى كنشكرك ولينا شرف انك تمر معنا كنشكرك على جميع التوضيحات. شكرا الاخ ايوب هذا شرف لينا نحضروا هذا الحديث على هذه الدوره هذه اللي فيها المنتخب المغربي ونتمنوا احنا لقب لما لا لقب ثاني معترف من الفيفا لهاد الوليدات هادو اللي يبصموا الاسم ديالهم في الكره العالميه. وكنشكر لوسيت تي في على هذا الحضور وكنشكر اسماعيل المعلم اللي حسن الشرف ريحوا معاه. شكرا مره اخرى وكنتمنى واحد موفق للمنتخب الوطني ويحسن التاهل مبكر يوم غد ان شاء الله امام المنتخب الاوروبي ان شاء الله. مشاهدينا الكرام الى هنا وصلنا لنهايه الحلقه ديالنا كنتمنى تكون الناس الاعجاب ديالكم كنضرب لكم موعد في حلقه قادمه ان شاء الله.